لمواجهة حجم الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة وتقديم خدمة لوجستية لحركة النقل البحري، أعلن دكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس إقامة أول محطة لتقديم الخدمات البحرية لتموين السفن بالوقود بميناء العين السخنة منتصف العام الجاري. يأتي الإعلان عن هذا المشروع تزامنا مع إعلان هيئة قناة السويس عن طرح مشروع مماثل في منطقة الأدبية. وتتعدى خدمات تموين السفن 20 خدمة، وقد تم طرح وثيقة تشمل جميع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة أمام المستثمرين لدراستها، وقد أبدت 4 شركات من إنجلترا وروسيا واليونان وقبرص رغبتها في الاستثمار في محطة تموين السخنة. كانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في فبراير الماضي عن تشغيل محطة جديدة أخرى لتموين السفن بمنطقة رأس الأدبية جنوب قناة السويس في نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى نحو 600 مليون دولار. وقالت الهيئة إنها تلقت 5 عروض سعودية وإماراتية وروسية وهولندية للمشاركة في إقامة المحطة، والتي من المتوقع أن تقدم خدماتها لنحو 17,000 سفينة تعبر قناة السويس سنويا. وأضافت الهيئة أن المشروع يعد الأول في المنطقة وينافس مشروع محطة تموين السفن بالفجيرة في الإمارات وروتردام في هولندا، مشيرة إلى أن اللوائح والقوانين تسمح لإدارة القناة بإقامة مشروعات خدمية ولوجستية لحركة الملاحة بقناة السويس. وكانت السفن المارة عبر قناة السويس تزود وقودها في رحلتها من الشمال للجنوب والعكس من محطة روتردام بهولندا على البحر المتوسط ومحطة تموين السفن بالفجيرة على الخليج العربي. طيب، المردود الاقتصادي والاستراتيجي لبدء تشغيل أول محطة لتزويد النقلات والسفن العابرة لقناة السويس في منطقة الأدبية، بداية طبعا المشروع زي ما قلنا هيكون أو الإعلان عنه أو الانتهاء منه هيكون في يوليو القادم، لكن مردوده الاقتصادي والاستراتيجي هو محور حوارنا النهاردة. فمن القاهرة بنرحب بالسيد أيمن عبد المنعم الشيخ، نائب رئيس غرفة النقل الدولي واللوجستيات باتحاد الغرف التجارية. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. طبعا لما كنا بنتكلم أو كان الرئيس بيتكلم عن تنمية محور قناة السويس اتكلمنا كتير على الجدوى الاقتصادية لوجود منطقة لوجستية لتمويل السفن أسوة بموانئ كثيرة دولية وعالمية. هذا المشروع من وجهة نظرك الخاص بهذه المحطة في منطقة الأدبية المفترض أنه يضيف إيه لعملية سير الناقلات والسفن في هذه المنطقة الحيوية؟ طبعا أنا عايز أقول أول حاجة أن أتكلم ببساطة جدا كده عن مصر. أتكلم ببساطة. مصر بطبيعتها ربنا خلقها دولة لوجستية، يعني موقعها موقع لوجستي، عندها إمكانيات هائلة جدا أن هي تبقى دولة رائدة في مجال اللوجستيات والنقل متعدد الوسائط اللي هو المالتي موديل لوجيستيك، لكن لا مستغل لغاية دلوقتي. هي قناة السويس أو المحور هو جزء من اللوجستيات. وطبعا خلينا بس في الأول أنا هتوقف مع حضرتك، لأنه مرة واحد وقفني في الشارع وقال لي هو يا أستاذ يعني إيه اللوجستي اللي كل الناس بتقول الموقع اللوجستي والدنيا اللوجستية، فهو اللي بتقولوه في التلفزيون ده كلمة لوجستي معناها إيه؟ هي لوجيستيك جاية من كلمة لوجيك، إزاي النهاردة بالعربي بالعربي يعني لوجيك يعني منطق منطق فعلا. إزاي النهاردة أنقل أي منتج من أي مكان في العالم ومن لمصر أو من مصر أي مكان في العالم بأسرع وقت وأقل تكلفة وبأعلى جودة طبقا للقوانين الدولية اللي احنا بنشتغل بيها كلنا. طبعا احنا في اتفاقات دولية كبيرة جدا مصر ماضية عليها وعضو فيها. فهو اللوجيستيك هو ده، إزاي نقل المنتج ده من أي دولة لمصر أو من مصر أي دولة أو داخل مصر كلها. وأنا عايز أقول إن 48% من تكلفة المنتج في صناعة اللوجستيات، يعني لو أنا نجحت أطبق فعلا إدارة اللوجستيات هقدر أنزل التكلفة جامد جدا جدا جدا. إزاي نقل الحاجة في وقت قصير بكواليتي عالي في وبسعر بجودة عالية يعني. بجودة عالية طبعا طبعا. طيب عادة الناقلات أو السفن كانت بتحتاج إيه في العبور في هذه المنطقة وكانت بتمون فين أو منين؟
طبعا هي كانت طبعا بتمون قبل ما بتخش عندنا في مصر، زي مثلا اقرب حاجه ليها كانت دبي. واحنا اعتقد النهارده نبتدي بقى كمصر نبتدي تخش في عالم تموين السفن. ودي خدمه من الخدمات المهمه جدا جدا، لان النهارده الدنيا اتغيرت. النهارده بقت الدخل بيجي من الخدمات مش دخول وخروج، يعني دخول وخروج المركب ده خلاص اوكي قناه السويس عندنا في تعريفه بعينها. تعريفه بعينها معروفه، لكن صحيح. النهارده الخدمات اللي اسمها ادد فاليو هو ده اللي بيجيب فلوس، القيمه المضافه، القيمه المضافه هو ده اللي بيجيب فلوس. وبعدين النهارده احنا لسه في اول درجه من درجات ايه الخدمات اللي قدمها للسفن. ما هو ده كان سؤالي الثاني انه او الثالث بقى، انه ايه الخدمات الاخرى اللي ممكن تقدم للناقلات والسفن في هذه المنطقه؟ طبعا هي خدمات كتير جدا جدا، بمعنى ان النهارده انت عندك مركب داخله حسب طبعا المركب، لان النهارده احنا دخلنا في نيو جينيريشن في مراكب عملاقه، مراكب سريعه جامد جدا جدا. بقت اسمها مدن، ممكن تشيل 22000 حاويه، 20000 حاويه، مدينه ماشيه على الارض. المدينه دي متخيله لما تخش عندك محتاجه ايه؟ محتاجه اكل، محتاجه شرب للكابين كرو، محتاجه تموين، محتاجه ميه، محتاجه كل حاجه. محتاجه سرعه. النهارده ممكن يحصل اي عطل للمركب، ازاي تساعديها ان هي تصلحها، عايزه احواض، عايز خدمات. زي الطياره النهارده بتنزلي اي دوله في اي مطار، المطار النهارده ما بقاش يكسب من النزول وطلوع الطياره، بيكسب من الخدمات، من المطاعم الموجوده، من السيرفيس اللي موجوده، من الاسواق الحره، الطياره نفسها، الخدمه، الكترك بتاع الطياره. ازاي النهارده الراكب وهو داخل تخليه بقى بيقضي وقت كويس في المطار قبل ما بيطلع، ازاي تاخدي تخليه يصرف الفلوس معاه. بقت النهارده بقت الخدمات للمراكب والطيارات بقت صناعه، صناعه كبيره جدا جدا. يعني احنا اتاخرنا برضو كتير ان احنا عندنا ممر قناه السويس وما بنقدمش فيه كنا اي خدمه لاي حد بيمر، يعني هو مجرد زي ما حضرتك بتقول بيمر كده وبيدفع عليه تعريفه المرور وخلاص. طبعا احنا لما لو دخلنا في عصر الخدمات اللي احنا بنحققه من قناه السويس هيتحقق يعني مرتين وثلاثه واربعه، الى جانب طبعا التوظيف، الى جانب السمعه العالميه، لان مصر زي ما قلت لك موقعها ربنا خلقها كده. انت النهارده حوالين القناه عندنا، النهارده لو بصيتي عندنا مينا السخنه، عندنا شرق بورسعيد، عندنا دمياط، عندنا اسكندريه، عندنا الداخله، كميه مواني كبيره جدا جدا. ولازم ده برضك نربطه بمطار القاهره كمطار محوري. النهارده بنتكلم على مطار محوري، مصر القاهره المفروض يكون مطار محوري. عندنا العماله تكلفتها قليله، عندنا خمس سوق كبير جدا جدا، 95 مليون او 92 مليون مواطن. وبعدين انا عايز اقول النهارده احنا بنتكلم عن السياحه، النهارده لو دخلنا في مجال اللوجستيات والصناعه كبرت، اللي هيجي لك رجال اعمال، رجال اعمال لما بيجي يسافر بيسافر على درجات رجال الاعمال، بيجيب السيستم المساعدين بتوعه، بينزلوا فنادق خمس نجوم، بيصرفوا جامد جدا جدا لان المنتج بتاعه هنا. فطبعا اللوجستيات دي لازم بقى نبتدي، يجي الوقت نتكلم على اللوجستيات ونبتدي فعلا نتكلم فيها بواقع، ويبقى في ترابط ما بين الجهات كلها وبين الوزارات، لان اللوجستيات مش نقل بحري بس ولا نقل جوي، لا، هي اللوجستيات عباره عن منظومه كامله فيها وزاره الطيران، فيها وزاره النقل، فيها الاستثمار. انا شايف ان ده متحقق بنسبه قد ايه؟ يعني او السير في هذا الطريق متحقق؟ لا انا شايف ان مش متحققينه خالص، ان احنا كل وزاره ماشيه في اتجاه الى الان. احنا النهارده لو جينا بصينا، طبعا مش عايز حد يزعل مني بس دي الحقيقه، لا محدش هيزعل مني. لو جينا بصينا مثلا على دوله زي دبي هنلاقيها طبعا ناجحه جامد جدا، لان عشان دوله صغيره يمكن برضه. لا هي مش دوله صغيره، دبي دوله حجما. طبعا حجما، بس النهارده او عدد السكان او طبعا او يعني مشاكلها اقل مننا يعني بمراحل. النهارده لو بصينا على دبي هنلاقي فخامه الشيخ محمد بن راشد، هو بيتولى كل حاجه وهو المشرف على اللوجستيات، لان النهارده دبي عايشه على اللوجستيات وعلى السياحه اللي هي طيران الامارات ومطار دبي واللوجستيات. حجم التجاره عندهم يعني مش عايز اقول لك بينمو ازاي، التسهيلات، في تسهيلات. النهارده اللوجستيات هي داخل فيها كل الوزارات، زي ما قلت لحضرتك كل الوزارات تكون مجتمعه، بس لازم يكون حد يتبنى الوزارات دي، ولازم طبعا يبقى معانا رئيس الوزراء يبقى هو اللي بيقود المنظومه اللوجستيات، لان دي فعلا هتساعدنا جامد جدا، ودي بتحقق دخل كبير جدا وسريع جدا، والتعامل فيها كله بالعمله الصعبه اللي احنا محتاجينها سواء دولار او يورو، لان المركبه ما بتنزل عندك بتعمل معاكي بالدولار او اليورو، الطياره ما بتنزل بتعمل معاكي برضك بالدولار او اليورو. طب هو عامل المنافسه او ملامح المنافسه بقى في هذه الحاله، يعني بعد تشغيل هذه المحطه بالاضافه الى
إضافة خدمات أخرى تقدم إلى الناقلات والمراكب، عنصر المنافسة عشان تنافس موانئ أخرى، فيجيلك ناس أو يستخدم خدماتك مراكب. والله عايز اقول لك الحاجه، هي في كل حاجه في الدنيا في منافسه، ودايما المنافسه بتؤدي الى تطوير الصناعه وتحسين الخدمات. فاحنا مبسوطين جدا ننافس، ان احنا كشعب مصري بيحب بلده جامد جدا جدا، ولما يكون في منافسه بيبقى عنده عزيمه قويه جدا جدا، فاحنا مستعدين للمنافسه. واحنا عندنا كفاءه عاليه جامد جدا جدا في مصر، ولسه احنا عندنا امكانيات كبيره جدا، امكانيات كبيره جدا. احنا المفروض اللي حوالينا هو اللي حاول ينافسنا. مستغله من وجهه نظرك؟ مش مستغله، ان احنا زي ما قلت لحضرتك اللوجستيات دي لسه صناعه كبيره جدا جدا، احنا بعاد عنها لسه ما اعرفش يعني، هل ما جاش الدور ان نبتدي نتكلم عن صناعه اللوجستيات؟ انا عايز اقول لك ارقام. لا ما هو في اهو مثال اهو واضح. ما هو ده مثال بس، ده جزء بسيط جدا جدا. ما هو المفترض ان المنطقه دي كلها داخل فيها مشروعات تنميه، اللي هو تنميه محور قناه السويس كله، شرق بورسعيد، كل دي مفروض مناطق تبقى مجهزه لهذه الخدمات. انا طبعا راي حضرتك مظبوط، بس احنا عايزين نتكلم على اللوجستيات كمصر كلها. ما ينفعش ان انا اقول منطقه بورسعيد بس او قناه السويس هي منطقه لوجستيه واحده، لا هي مصر كلها منطقه لوجستيه. لا وفي دمياط، وفي دمياط طبعا لازم نستخدم هي لازم نستخدم كل الامكانيات اللي عندنا. عشان كل ما تستخدم الامكانيات اللي عندك انت بتكسبي اكتر. النهارده انا عايز اقول لك على حاجه، النهارده ساعات بيحصل حاجه اسمها تكدس في ميناء دبي، المراكب كتير جدا عندها تكدس. مين اكتر دولة قريبة وما بيحصلش عندها تكدس؟ هو مصر، لأن أنت عندك كمية مواني كتير. النهاردة عندك زي ما قلنا شرق بورسعيد، عندنا دمياط، عندنا السخنة، اسكندرية، عندنا اسكندرية، عندنا الدخيلة، عندنا إمكانيات عالية جدا جدا. فعمر ما يحصل عندك تكدس. فالنهاردة كمان معدل تحميل وتفريغ المراكب بيفرق، النهاردة بتفرق في الدقيقة. النهاردة عندنا ميناء شرق بورسعيد، ميناء ماشية يعني ميناء عالميه. ما لما تبصي على تحميل وتفريغ الكونتينر جوه تفرحي جدا ان مصر عندها الامكانيات دي. انا عايز اقول لك ان معدل تحميل وتفريغ الكونتينر اقل من دقيقه، اقل من دقيقه. فعندنا امكانيات عاليه وعندنا المصريين. يعني بتقول الامكانيات موجوده بس يعني لسه برضو شويه محتاجه، عايزين تكادف شويه كده وتعزيز. يعني عايزين يعني ايه يعني نحط خطه ونحط صناعه اللوجستيات جنب الصناعات الثانيه. بس اللي انا عايز اقول ان الميزه بين صناعه اللوجستيات والصناعات الثانيه ان هي صناعه بالترن اوفر بتاعها سريع جدا جدا، دخلها كبير قوي، دخلها كبير وسريع ونحس بيه بسرعه وتشغل ناس كتير طبعا. يعني تتقدم وفره في فرص عمل. انا عايز اوضح لك على حاجه، اقول مثال بسيط جدا عندنا موجود في مصر. احدى شركات السيارات العالميه الكبيره جدا، مش هقول اسمها، وعامله هاب كبير جدا في مصر، يعني عامله وعاء يعني زي مخازن كبيره جدا. المخازن دي بتدي قطع الغيار بتاعتها ل 13 دوله، اللي هي مثلا هنقول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وقبرص وسوريا ولبنان، كل ده عن طريق مصر. عن طريق مصر ليه؟ زي ما قلت لحضرتك عندنا امكانيات عاليه، عندنا تكلفه قليله، موقعنا قريب جدا. يعني لو بصيتي على الوقت ما بين مصر وسوريا، مصر ولبنان، مصر والاردن، هو يوم بالبحر يوم. فبالتالي قطع الغيار بتروح لكل مستهلك عندهم في وقت قصير جدا جدا والتكلفه قليله. فده ادى ان شركه السيارات دي بقت اكبر شركه في بيع السيارات في العالم، علشان الخدمه واللوجستيات موجوده عندها. اللي عنده سياره وعايز يجيب قطع الغيار بتاعتها متوفره، ما بيتستناش. ده مثال. الشركات العالميه اللي بتيجي تستورد من مصر الملابس نفسها تيجي مصر ويبقى عندها مصر هب تجمعي فيه المنتجات بتاعتهم وتصدريها عندهم. فنفسنا نخش في فعلا في الفكر اللوجستي بمعنى كلمه الفكر اللوجستي. احنا طبعا تحت امر الدوله في اي حاجه، دي بلدنا. انا كنت اسال حضرتك عن الغرفه، غرفه النقل الدولي واللوجستيات، ايه دورها؟ احنا طبعا غرفه متخصصه جامد جدا في صناعه اللوجستيات. عندنا مجلس اداره مكون من 11 عضو، كل واحد منه لوحده يعني لوجستي، دولة لوحدها، دولة لوحدها. لوجستي لوحدها. طبعا عندنا افكار كتيرة جدا، واحنا يعني
تحت امر بلدنا اللي احنا اتعلمنا فيها ونفسنا فيها. ايه الدور اللي بتساهموا بيه لتعزيز وتنميه اللوجستيات؟ احنا عندنا 620 شركه بتشتغل في مصر. اول حاجه عندنا بندي دورات للشركات عندنا، مؤتمرات، بنسافر بره، بنزور المواني، بنعمل تبادل ما بين الدول، العالم كله، ما بين مصر. بنوريهم مصر، بنسافر بره نشرح لهم امكانيات مصر، بنحاول نساعد ان هم يجوا مصر عندنا يحطوا استثمارات، يشتروا منتجات من مصر. هو ده دورنا، ده دور مهم جدا جدا. ليكوا علاقه برضو بمجالس الاعمال طبعًا المشتركه ما بيننا وبين طبعًا احنا اي مشكله بتحصل يعني دايما في تعاون بيننا وبمجالس التصدير والاستيراد، لان احنا جزء منهم وجزء اهم جدا جدا، ففي تعاون بيننا وبعضينا وبنتقابل على طول، واي مشكله بنحاول نساعدهم، اي خبره عايزينهم بنقولها لهم، اي استفسارات، لان احنا متخصصين جدا زي ما قلت لحضرتك في مجال اللوجستيات، وبنسافر معارك كتير جدا وبنلف العالم كله. وكل واحد من الشركات اللي موجوده في مصر ده عنده وكيل ليه في كل حته في العالم. فتخيل 620 شركه دول لما كل واحد منهم بيزور 5-6 شركات في السنه، في 620 يعني 300 واحد بيمثل مصر قدام العالم كله، وبنحاول نجيب الشركات عندنا في مصر. فطبعا دي دعايه كبيره جدا. لما بتشاركوا او بتزوروا معارض لنقل خبرات في دول تقدمت في مجال اللوجستيات، تقديم الخدمات بهذا الشكل برضو في تطور؟ يعني هو صناعه، برضو صناعه تقديم اللوجستيات والخدمات. انا عايز اقول لك ان صناعه اللوجستيات دي عامله زي الفاشون، زي الملابس. ان النهارده عندك في الملابس الربيع، ملابس الربيع، الخريف، الشتاء، اللوجستيات كده، لان هو علم. يعني لما تيجي تبص على اللوجستيك لما ابتدى، كان بيبتدي بيتنقل ازاي، بقى بعربيات، بقى بقطوره، بقى بطيارات، بقى مراكب، بقى بسرعه. النهارده بقى ثرو انترنت، النهارده كل الناس بتشتري عن طريق الانترنت. كويس. فعايز اقول لك ان اللوجستيات دي يعني داخله في كل حاجه في الدنيا، وعنصر هام جدا جدا. احنا طبعا بالنسبه لنا في مصر على قد ما بنقدر بالنسبه لامكانياتنا بنتوافق مع العالم، وماشيين في نفس الليفل بتاعهم، لان احنا على طول معاهم. لان لو مشيناش في نفس الليفل هو مش هيشتغل معاكي. بس احنا طبعا عندنا لسه بعض البيروقراطيه، و يعني بعض الجهات مثلا. طبعا اهم جهه مهمه جدا في اللوجستيات هي الجمارك. الجمارك لو سهلت لنا الدنيا تمشي بسرعه جامد جدا جدا. سهلت لنا الدنيا بمعنى ايه؟ بمعنى الاجراءات. انت النهارده لما بتجيبي حاجه بالطياره، معنى انها بالطياره معنى انها مستعجله. لما تيجي بالطياره وتقعد في المطار مثلا اسبوع او 10 ايام، ده خساره، تكلفه كبيره جدا جدا. بتدفعي ارضيات، وبتدفعي ارضيات عليها، تخزين ليها، ده بالتالي كل التكلفه دي بتحمل على سعر المنتج، وبالتالي العميل بيبقى السعر عليه غالي، وعشان كده بنشتكي. كلنا بنشتكي ليه؟ في فلوس بتدفع كتير ومحدش مستفاد منها. فالاجراءات دي طبعا هو ده يعني الفرق. يعني بتنعكس على سعر المنتج النهائي. اكيد طبعا، اكيد طبعا. عشان كده زي ما في بدايه كلام حضرتك كنت بتقول ان احنا لو تطورنا في هذا المجال هنلاقي كمان تكلفه قليله. بالظبط، في التكلفه طبعا، في قله التكلفه طبعا. النهارده الفرق يعني دبي النهارده بنقول دبي ليه؟ دبي بتمسك الساعه الحاجه بتخلص بيها. يعني النهارده ممكن الكونتينر هناك في دبي تخلص في ساعتين. هنا في بعض الاوقات في مصر، في بعض الاوقات ممكن يخلص في اسبوعين ثلاثه، في شهر. طبعا دي تكلفه جامده جدا. النهارده ده عائد الى ايه؟ هل عدد العاملين في مجال الجمارك مثلا، ولا بيروقراطيه زياده، ولا هم بيخافوا؟ والله هي ولا هم لا إيه الاجراءات اللي عندنا اجراءات كتيره جدا. هي الجمارك طبعا بتحاول تخلص شغلها بسرعه. مش في قايمه مثلا باسعار الجمارك على كل سلعه؟ والله بصي، انت دايما الحاجه عندك ما بتبقاش واضحه يعني كده، ما بتبقاش واضحه. المفروض في اي حته في الدنيا اي خدمه بتقدم ليها سعر، والسعر ده معلن للناس كلها. النهارده انت في خدمات ما تعرفيش اسعارها. يعني النهارده نيجي مثلا لو دخلنا على الانترنت وشفنا مطار دبي، انا النهارده عندي طياره عايز انزلها في دبي، بخش على المطار على الانترنت بعرف امكانيات مطار دبي ايه، ايه الامكانيات الموجوده، الطيارات لو نزلت تنزل في قد ايه، الحموله بتاعتها قد ايه، تكلفه المنتج قد ايه، هخلص في قد ايه، الاوراق المطلوبه بتاعتي قد ايه، الحاجات دي كلها مش كل ده متوفر على الانترنت. كل ده على الانترنت، فانت مش محتاجه تكلمي مع حد. الى جانب في حاجه اسمها الاي كاستم، ان هو كل حاجه بتخلص خلال الانترنت. احنا في بعض المواني شغالين الكتروني. الاي كاستم اللي هي اللي احنا بندفع الجمارك بتاعتنا عن طريق الانترنت، هي ده جزء منها. هو الاي كاستم ان انت بتعملي كل حاجه خلال الانترنت، بتدخلي يعني قبل ما المركب. واحنا عندنا الخدمه دي في مصر، ان انت ممكن تخلصي على البضاعه من قبل ما المركب توصل،
بتدخل لي كل اوراقك على لما احنا عندنا الخدمه دي في مصر، ايه اللي بيقعدنا شهر وشهرين زي ما حضرتك بتقول؟ مش مطبقه في كل المواني ومش في كل المنتجات، ومش في كل المنتجات. فطبعا ده بيأثر، ودايما لما العالم العامل البشري بيخش في اي حاجه بيعطل الدنيا. النهارده لو كل واحد بيأدي شغله وملوش علاقه بالجهه الثانيه الدنيا تمشي بسرعه. طب ايه الحاجات اللي موجوده على الانترنت او بتمشي باجراءاتها بشكل سريع بشكل عام يعني في مصر يعني؟ بعض الاجراءات الجمركيه اللي موجوده في البحر في المواني بتخلص بسرعه، زي ميناء شرق بورسعيد مطبقين نظام مطبقينها، الميناء السخنه مطبقينها، اسكندريه مطبقينها. لكن لازم، ما انا بقول لحضرتك هي المنظومه النهارده في كل المطارات كلها وكل المواني. يعني احنا هقول لك مثال صغير، في مصر مطار القاهره طبقنا منظومه الايفريت اللي هي كل حاجه تمشي الكتروني، وكانت اول دوله تخش في افريقيا في 2010 واول دوله تخرج في 2010. طب وليه خرجت؟ خرجت ان في بعض الناس ملهاش مصلحه ان الدنيا تمشي ببساطه وتمشي الكتروني. ثانيه واحده، يعني كان ايه الخدمات الالكترونيه اللي بتقدم عن طريق النظام ده في مطار القاهره وتوقف؟ الخدمات دي ان حضرتك قبل ما الشحنه بتوصل المفروض في كل دول العالم، النهارده الطياره قبل ما بتطلع من مطار مثلا سي هيسرو في لندن جاي على مطار القاهره، كل المستندات اللي الشحنه قبل الطياره ما بتطلع كل مستنداتها بتبقى وصلتنا في الجمارك وكل الجهات الحكوميه. فبالتالي اول ما بتوصل الطياره الدوله عارفه، ممثله في مصلحه الجمارك والجهات الامنيه، ان الطياره كل المعلومات عن الشحنه دي. تمام. وبالتالي كانت كعميل بقى لما بتيجي الحاجه بتاعتك بنكمل الاجراءات بتاعتها عن طريق الانترنت، يا دوب بتروح المطار ادفع بقى موظف الجمرك يدفع فلوس ويتاكد بس كده سريعا ان فعلا ان الحاجه اللي جت دي هي اللي موجود ورقها، وبسرعه تخلص الحاجه. فبالتالي التكلفه بتاعتك بتقل سرعه كبيره، التيرن اوفر بتاع فلوس، الفلوس اللي انت بتشتري بيها البضاعه دي. يعني اكيد لما اتطبقت، حضرتك بتقول اتطبقت في 2010 طبقناها. 2010 طيب طبقناها بسرعه جامد جدا، ومصر وجابت نتيجه. اعلنا ان مصر دوله اي فريت، وكل شركات فرنسا كانت مبسوطه وعايز تشتغل معاك كده، وفي نفس الوقت اعلنا ان احنا هنخرج بره منظومه الاي فريت. كان ايه السبب حضرتك فاكر؟ السبب طبعا فاكر السبب، ان انا كنت قعدنا سنتين نشتغل فيها وبذلنا مجهود كبيره جدا، وكان معانا ناس من وزاره الماليه اشتغلت جامد جدا ونجحنا المنظومه. وزاره الاتصالات بقى اكيد. وعملنا كل حاجه ونجحنا وكنا واعلنا العالم كله. طيب. بعض الموظفين مش عايزين يطبقوا، يعني بوظوا بمعنى اصح بقى وصريح كده، يعني بوظوا النظام عشان هم مستفيدين اكتر لما ما يبقاش في نظام الكتروني بالمنظر ده، لان هم بيستفيدوا بشكل او باخر، فساد بقى رشاوه اي حاجه. اكيد يعني اكيد. وما كانش بقى طول الفتره دي من 2010، طبعا مصر مرت بظروف صعبه يعني في الفتره دي، لكن ما فيش حاليا التفكير في احنا شغالين في جامد جدا بنحاول. بس دايما احنا بنقول ايه، يعني انا في وجهه نظري دايما، ان انا عضو في اللجان دي كلها، بنقول دايما يا جماعه لما يطلع لازم يطلع قرار من الوزير، يبقى الوزير الماليه المختص بالجهه دي هو المسؤول عن الجهه دي، يطلع قرار يا جماعه احنا في مصر هنطبق المنظومه دي. لما بيطلع القرار من الوزير يبقى لازم كل اللي تحت الوزير هينفذه، او ممكن ننفذها في شهر، ممكن ننفذها في اتنين، بس خلاص عندنا قرار هننفذها. احنا بقى يعني بما لينا من باع طويل هننفذها، لان دي هتساعد مصر، هتقلل التكلفه جامد جدا، سرعه هتجيب هتجذب المستثمرين. النهارده انت جايبه منتج مش عارفه تدخليه، هتجيبيه ليه؟ طب ما عندكوش اتصالات بما انكم بتعكفوا على دراسه هذا الامر او اعداده مره اخرى بوزاره زي وزاره التجاره مثلا والصناعه او وزاره الاستثمار اللي حاليا منضمه لوزاره الدعوه والله الدولي. بص احنا عندنا طبعا اتصالات مع كل الجهات وبيحضروا معانا وبنقول راينا. بس النهارده انا بقول رايي في الليفل بتاعي. ما انا بتكلم على الجزئيه في الليفل بتاعي، المفروض بقى الناس اللي بيحضروا معانا يبلغوا بقى المسؤولين ويفعلوا الموضوع ده. وبعدين النهارده حتى يدرسوه ويشوفوا اذا كان يمكن ده العالم كله مطبقه، اضافه حاجه العالم كله مطبقه، واحنا ماضيين اتفاقيات وطبقناه في مصر. اول دوله تدخل اول دوله تخرج. فالنهارده يعني اتكلم سنه بس، اقل من سنه وعملنا احتفال كبير جدا، وشركات الطيران صرفت فلوس كبيره جدا عشان تعمل السيستم وطبقناه، وكان حاجه جميله جدا.
كانت حاجه جميله جدا. تخيلي انت قاعده في البيت، طب ده ما كانش عندنا بقى جزاءات او تحملنا اي خساره بعد طبعا في خساره عدم طبعا عدم تطبيقه؟ ما طبعا لا، العالم يعني. العالم طبعا انت النهارده لا، اذا كانت في شركات طيران فعلا بدات تتعاقد على اساس معين، مصر طيران صرفت عملت انفستمنت في الاجهزه وصرفت فلوس استثمرت وفي الاخر بتحاول دلوقتي اللي عايز اقوله ان يعني ما انا عاوز لك بقى ارجع تاني اقول لك ايه، ان هي منظومه كامله دوله بتتبناها برئاسه معالي رئيس الوزراء، ان يعني دي فعلا هتقل. يعني النهارده احنا بنقول عايزين نقلل التكلفه، الدولار قال الدولار عالي، طب عايزين ننزل 5%، احنا اللوجستيات لو طبقناها احنا هننزل 10 و15 و20% و25% من سعر المنتج، لان بتدفعي فلوس. النهارده ما تلاقي مثلا مركب بتوصل والبضاعه بتخلص بتخرج من الميناء بعد 40 يوم و50 يوم، في بعض المصانع بتدفع غرامات على كونتينر يعني 6000، فلازم تغلي في سعر المنتج في الاخر 6000 و10000 دولار، مين هيدفعه؟ المستهلك النهائي، ما فيش حد يدفع حاجه. وده جزء، وفي جزء تاني انه في رفع برضه للجمارك يعني. اه والله بصي انا عايز اقول لك احنا مش معترضين، طالما الفلوس هتخش لمصر موافقين وندفعها، بلدنا وحاجه كويسه، بس ما تبقاش الفلوس خساره او غرامات. لا انا بصي عايز اقول لك احنا ندفع الناس تدفع، بس عايزين سرعه، عايز سرعه، عايز الفلوس بتاعتي تتحرك بسرعه، ساعدني نفوس تتحرك بسرعه. مش ما فيش مصلحه لاي حد في مصر العطله اللي احنا فيها دي والبيروقراطيه اللي احنا فيها دي. ودايما بنقول كل ما بنسهل الدوله بتستفاد، كل ما بنصعب بعض ضعاف النفوس اللي بيستفيد، الدوله ما بتخشهاش حاجه. النهارده بتصدري قانون بتصعب الدنيا. في ناس قاعده بتستغل الصعوبه دي لمصلحتها الشخصيه. وشفناها بعينينا يعني. في انهي قانون؟ لا احنا بنتكلم على مجال اللوجستيات اللي احنا فيه. بنشوف على عموما يعني البيروقراطيه ولوائحها واجراءات. طبعا النهارده بنتكلم على رجال اعمال واستثمار. رجل اعمال النهارده مش هيقعد يضيع وقته ان جاب بضاعه ثمنها 50 مليون او 10 مليون دولار ومستني جنبها ان موظف يمضي له على ورقه ويقول له لا اصل الختم مش واضح، لا اصل الحرف ده مش واضح. لا ما ينفعش الكلام ده كله، ما ينفعش. الدنيا اتغيرت. أنا بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا السيد أيمن عبد المنعم الشيخ، نائب رئيس غرفة النقل الدولي للوجستيات باتحاد الغرف التجارية. شرفتنا يا فندم جدا. أنا بشكركم جامد جدا على دعوتكم، وإن شاء الله كده نبقى في مصر كيف تقدم بإذن الله. بإذن الله. شكرا دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة حلقات من القاهرة. صباح الخير.